إلى 16 دولار و92 سنت للأوقية. للتعليق على تطورات الأسواق العالمية ينضم إلينا من أبو ظبي كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري. أهلا بك أستاذ نور الدين. بداية في الجانب الأوروبي بيانات التضخم، هل هي فعلا مؤشر إيجابي على فعالية السياسات المالية التي ينتهجها المركزي الأوروبي أم ماذا؟ نعم، قد يكون هناك ليس أيضا من جديد الوقت مبكر للحديث عن نجاح بالفعل خطة البنك المركزي الأوروبي، لكن أيضا لا ننسى أنه انخفاض اليورو الذي شهدناه طوال العام الجاري نوعا ما أعطى نوع من الدعم لمعدلات التضخم، بالإضافة إلى عودة ارتفاع أيضا أسعار النفط، هذا الشيء أيضا أعطى نوع من الارتفاع. لكن يجب علينا أن ننتظر حتى الشهر المقبل لنشهد هل بالفعل سيكون هناك لدينا استقرار بهذه الأرقام، وخصوصا مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على المستوى السنوي. بالفعل فيما لو استقرينا فوق مستويات 0.7 أو 0.5 تقريبا، هذا الشيء يعطي نوعا ما دفعة للأسواق لنوع من الأمل، أو نوع من بشكل عام يكون هناك في لدينا توقعات إيجابية نحو هذا البرنامج. ومن جديد تبقى الأزمة اليونانية في واجهة يعني الأزمات التي تستحوذ على اهتمام المستثمرين، هناك قلق فعلا من تخطي اليونان الفترة المتاحة للوصول إلى أي اتفاق مع الدائنين. إلى ما تقبل اليونان، على ما تقبل عفوا اليونان، وهل فعلا هناك احتمال بخروجها من الاتحاد الأوروبي؟ لا زالت هناك الاحتمالات واردة، لكن نعيد ونذكر مرة أخرى أنه مشكلة اليونان ليست بحديث جديد، هو هذا الشيء متواجد منذ حوالي 5 سنوات. بكل مرة نصل إلى مستوى الديدلاين أو إلى الحلقة الأخيرة ويتم هناك مرة أخرى الاتفاق. اليوم كان لدينا العديد من الإشاعات في الأسواق، وهذا السبب الذي أدى أيضا إلى ارتفاع اليورو بشكل كبير في بداية اليوم، بأنه قد يتم التوصل للاتفاق خلال الساعات المقبلة، لكن عاد الاتحاد الأوروبي لينفي ويقول أنه الدائنين بعيدين كل البعد عن الاتفاق مع اليونان. لدينا تاريخ يوم 5 الشهر مهم جدا، هل بالفعل سيكون هناك في لدينا اتفاق؟ نتوقع بالفعل ان يكون هناك لدينا اتفاق ولو وقتي على الاقل، او يعطوهم نوع من الوقت الاضافي. هذا الشيء سيبقي الاسواق نوعا ما في حاله من التخبط حتى ذلك الحين. اليوم الاسواق العالميه طبعا تبقى عرضه للتقلبات في ظل كل هذه الملفات والازمات الموجوده، هل تراجع الاسهم في وول ستريت حاليا يمهد لتراجعات اضافيه مثلا غدا في الاسواق الاوروبيه او صباحا مع تعاملات الاسواق الاسيويه، وماذا ينتظرنا بالنسبه للملاذات الامنه مع ارتفاع الدولار وتراجع شهيه الاقبال ربما لاحقا هذا العام على المعدن النفيس؟ نعم، أكثر من سؤال في سؤال واحد، لكن بشكل مهم أو بشكل مختصر نوعا ما، الأرقام التي ظهرت اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية تثبت بشكل كبير أن الاقتصاد يتراجع بشكل أسرع من التوقعات، ليس فقط بسبب طلبات المصانع على المستوى الشهري، بينما على المستوى السنوي لدينا 6 أشهر من الانخفاض المتتالي، هذا الشيء لم نشهد له مثيل منذ العام 2009. أيضا شهدنا أحد أعضاء الفدرالي يقول من جديد بأنه لا يتوقع أن يكون هناك لدينا تحسن أو عودة للتحسن في الناتج الإجمالي للربع الثاني. جميع هذه الأمور مرة أخرى تبقي الأسواق في حالة من عدم اليقين حتى يتم الإعلان عن شيئين، أولا تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة، وأيضا إعلان الفدرالي الأمريكي عن قراره حول هل سيكون هناك في مقدور رفع أسعار الفائدة في يونيو، هذا الشيء الذي نستبعده في الوقت الحالي. الذهب نوعا ما استفاد خلال الأيام الماضية، لكنه أيضا لا زال في نفس النطاق منذ منتصف مارس حتى اليوم ما بين 1180 إلى 1220 دولار، لن تتغير النظرة حتى يتم الإعلان عن هذين الشيئين. تقرير الوظائف فيما لو أتى نوع من الإيجابية، الأهم من ذلك أن يكون لدينا ارتفاع في الرواتب، هذا الشيء نوعا ما مستبعد في الوقت الحالي لوجود العديد من الأرقام التي تباطأت في الشهر الماضي. أيضا قرار البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، العديد من المخبراء وأيضا العديد من أعضاء الفدرالي حبذوا عدم التعليق عن ذلك، وحبذوا أيضا أن يتم تأجيل رفع أسعار الفائدة والانتظار حتى سبتمبر. هذا الانتظار فيما لو بالفعل تم الإعلان عنه يوم 17، هذا الشيء سيؤدي إلى نوع من تحركات واسعة في الأسواق، وستستفيد أسواق الأسهم فيما لو أبقى الفدرالي على أسعار الفائدة على ما هي عليه. نعم، كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري، شكرا جزيلا لك. ختام أخبارنا الاقتصادية، عودة الآن إلى فضيلة.